السلام عليكم، مساء الخير فنانين الخليج. انا اليوم في المعرض في البحرين، التقيت فنانين وشغلهم وايد حلو، في من البحرين في من السعوديه. وطبعا نصيحتي حق فنانين الخليج وفنانين الوطن العربي بشكل عام، ان خلينا نقول خلونا نرسم فكره، نرسم فكر، مو بان نرسم مجرد استمتاع فني. استمتاع فني الكل ممكن يرسمه، وتكون لوحه زمنيه، ان اللوحه عقب مده بينتهي مضمونها وحتى قوتها. اللي حاول اوضحه، شبعنا من رسم اللوحات اللي مثلا تكمل ديكور، خلونا في لوحه تكون لها معنى ولها قوه. ولا نتسرع، احنا في جيل الاجيال هذه الشابه يبون شيء سريع، شورت كات، يبون في يوم وليله يكون رسام عالمي. هي ما تبي بهالطريقه، لازم فيها دراسه، فيها تعب، عشان شيء يكون له طعم، يكون له